واحد طلفان صاحبه قال له لويك وينك؟ قال له هون عم نشرب بيرة وقتل بارغوش. قال له كم وحدة صرت مقتل؟ قال له دكارين وثلاث قنيطة. قال له كيف عرفتون؟ قال له اثنين عبوز القنينة كورة وثلاثة على المراية القنيطة. طلع بالترين طلع بالترين هيك طلع لقى واحد معه شي 15 ولد 20 ولد قاعدين حدو. طلع في هيك قال له شو جاردري معك؟ قال له لا. قال له انت استاذ مدرسي يعني تلاميذك؟ قال له لا. قال له شو اخرهم رحله يعني؟ قال له لا. قال له اسم الله بس 15 ولد يعني. قال له حبيبي انا تاجر حبوب منع الحمل وهو شكاوى المواطنين. وحده طلعت بالتريل كان في شاب قاعد حدها. بعدت هيك فتحت الشباك وعم بتدخن سيجاره. طلع فيها هيك قال لها مدام انا خلقان بالسابع والهوا بضايقني بتعرفي ولا رواهية وهيك يعني بتسكري الشباك؟ قلت له طلعت هيك هيك قلت له لك لو بتفوت وبتكفي هالشهر وبتخلص منها يا عطر انا خلقان بالشهر الاول بس ما بقى فيك تفوت بس خليني ما اقعد طيب لا ما هو ما بدي اقعد بلا بدي اقعد بلا لك من تشهر خليني ما اقعد طيب يا زلمه لا هذا بالواحد فات لعند الحكيم قال له حكيم قال له شو قال له خي بدك تفحصني دخيلك يا حكيم قال له شو بيك قال له يا حكيم بالاول منيح ماشي حالي بالثاني بلش حس نتفي نفسي قوي بالثالث بحس تعب وجع ظهر جرين بالرابع ببلش جري ظهري بحس دوخه بالخامس خلص ما بقى فيني اوقف قال له يا زلمه بخمسه منيح كتر خير الله شو بدك اكثر؟ قال له ما انا ساكن بالسادس هوني واحد مات جيبوا له قال بحط له قطن حط له قطن بمناخيره حط له قطن بدنايح فتح له تمه حط له قطن برموا هيك على الطيزو شال كمشة قطن حطها فاتت كلها سوري على كلمة قطن شال كمشة ثانية شال فاتت كلها شال كمشة ثانية فاتت قال له لا جاي نجدك هلا بده فرشة طويلة عريضة بده فرشة طويلة عريضة ايه عدوي صاحبه حد بعضهم معصب هيك يا زلمة قال له مسكر راسي على الآخر قال له شو بك؟ قال له إلي 18 شهر مش حاكي مع مرتي عارف أنت 18 شهر مش حاكي معه ولكن قال له إنه متخانقين خناقة كبيرة قال له لا قال له ليش لكن قال له خي ما بتسكت لا أحكي وحدة تلفنت لأمها بالليل دخيلك دخيلك يا ماما معصبة قلت له شو بك قلت له يا عمي اتركيني اتركيني معصبة قلت له يا عمي روي بدي أفهم عليك شو بك قلت له جوزي اختفى راح ما اجى له زمان ما اجى مطول ما بعرف شو بو هيئته ظاهر مع وحده هيئته رايح يسهر وحده يا عمي مروقي قلت له امها تبروقي اتفقلي بالخير برك ضربته سياره وقتل عشو مرعوبه يا الرابع بدك ترد عليا يعني بدك ترد عليه لانه النسوان فايتين بقوه فايتين بقوه ان شاء الله نحن بنزعل النسوان فايتوا بقوه الواحد عم يسال مرته الله يا مرا اذا مت بتتجوزي غيري قالت له كرمال الاولاد ايه مثلا الله وبيقعد بياكل وبيشرب معكم قالت له كرمال الاولاد ايه الله وبيلبس له ثياب وبصير يروح ويجي قلت له لا هو اطول منك نتف مفخش عليه مفخش عليه ابو العبد وابو ستيف طلعوا لهم رحله ما بعرف كيف ببلش راحوا الشباب لهونيك معهم قرشين برموا اللي بدهم يبرموا هني وراجعين هيك قالوا يا زلمه لازم نخرج معنا شيء ذكرى من هون هني ورايحين شافوا ثلاثه من هودي المنك البودي لابسين اورانج وقاعدين هيك ومعهم سله فيها ست بيضات لونهم اخضر فضوا جيبوا نشمان وعطيون واخذوا كل واحد ثلاث بيضات الله هو انا وصلوا على البلاد خيك ابو العبد اول ما وصل
هودي سحرية، بس تكسرها وتتمنى شيء دغري بيحضر. كسر أول وحدة أصر أخو شليت، كسر تاني وحدة ملي لي البيت دولارات، كان بعده دولار منيح بحب. ثالث وحدة كسرها وعبي حريم. بالآخر قال لك بدي روح شوف أبو ستيف شو عمل، أنا عرفت شو عملت فيهم. وصل لعند أبو ستيف على الباب، عم يشوف لوح الإنترنت مكسور والباب مخلوع. شوف معقولة أبو ستيف؟ أبو ستيف أبو ستيف عيط له، فات لجوا. يا أبو ستيف قاعد وعامل هيك. قال له يا زلمة شو بك؟ قال له أنا وقفت بالباب بتفشكلت قلبت وحدة. قلت له راح. قال له طيب والثاني؟ قال له كسرتها. قلت له شلوني كلها لو من هون؟ قال له من هون. قال له والثاني؟ قال له رد لي طبعا. راح معه خرب بيته. انت ولد مبهول بعيدين عنكم، طردوا من المدرسه، منو ماشي حاله، منو ماشي حاله بشيء. نحن بتحس فينا وشي. بس رويع وحده وشي وحده. طردوا قالوا له ما فيك تيجي الا ما تجيب اهلك. راح الولد تاني قالوا لبيهم مش رح اروح على الايكول، ليه ما بدك تروح؟ قالوا لي ما بيجي الا ما اجيب اهلي. قالوا انا بقول لك تفضل مشي معي انا اخذك تشوف شو بده يقولوا لك. وصل سأله المدير، قال له الاستاذ دخلك للمدير، قال له ليه بعت الولد على البيت؟ ليه رديته مش قابل انه يرجع؟ قال له لانه مبهول ابنك ما عم يستوعب شيء، والبرهن على ذلك راح اقول لك، راح برهن لك كيف. قال له تعال لك عيط له، قال له روح شوف انا وين. ركض الصبي وراح ينقل من صف لصف وبيعرف شو شوي اجى. قال له ما لقيتك. قال له شفت؟ وقف بالبي هيك. قال له يخرب بيتك جرسني ولك عمل لك برمي وشوف برمي كيف تاني. هلا 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 مثل ولد بالمدرسة قال له الأستاذ أي هيدا أنتك اليميني؟ قال له هاي. أي هي الشمال؟ قال له هاي. قال له يا حبيبي هاي اليمين وهاي الشمال. أوكي. قال له إيه. أي هي اليمين؟ قال له هاي. أي هي الشمال؟ قال له هاي. بقي هيدا أول قال لك شهر اثنين ثلاثة نفس الخبرية ما يتعلم. أي هي اليمين؟ أي هي الشمال؟ راحوا بعتوا ورا أهله قالوا له يا عمي هيدا ابنك قلنا ست أشهر. قال له ايه هيدا انت اليمين بدل من ورا راسه، ايه هي الشمال بدل من ورا راسه اجا. قال له بيو يا بابا. قال له هاي اليمين هاي الشمال. اعطاه بجيب لك شوكولا بجيب لك بسكليتات يا ابو الاغراءات. قال له طيب. راح عند الاستاذ ايه هيدا انتك اليمين؟ قال له ايه. ايه هي الشمال؟ قال له ايه. قال له بيو شفت؟ قال له شو بدي اعمل لكم يا خيي؟ بيتعلم يتعلم ما بيتعلم لا اجري ما يتعلم. هلا هلا قرات الصينيه. الواحد فات لعند صيني هو ومرته عم يعمل لهم زياره. قال ما بعرف ليش انتم يعني بيحكوا عليكم انه انتم الصينيه كلكم تشبههم بعضكم وما بينعرف البنت من الشاب وكذا. هلا انت حمسيت شين تشانشون انا دغري بعرفك، يعني ليش بيطلعوا عليكم الاخبار؟ انتو تشين تشانشون بالحمام انا مرته. لا عارف عارف تمام. واحد عم يخبر صاحبه قال له شو هالاجانب هول؟ لك شو هالاجانب هول؟ قال له ليه شو بهون؟ قال له اذا على الطريق واقف في بركه مي تمرق عربيه طرشك مي بياخدك على البيت لعنده بحممك وبيعطيك ثياب وبتنام عنده وتاني يوم بتفل على البيت. قال له صارت معك؟ قالوا لا مع اختي. عمو حكمت. نعم. ريس حكمت. خبرنا شيء اقوى من نكتة مرة. ريس حكمت. عمو فرح هيك كل مرة بيو يقول له انا رايح على الحمام التركي. قال له بدي روح معك يا بي ايش بدك صغير انت بعدك انا طول بدي روح حول النهار. حمام التركي فاتوا اول ما فاتوا بيشلحوا بلفوا حالهم في بمنشفي وكذا تسكر الوجه هيك شوي فاتوا ملقوحين على على البلاط هيك ومن اللي يفوا. قال له هون شو هي الحمام التركي؟ قال له هذا الحمام التركي انا كنت حادفك ما بدي اجيبك فرجيك هون بيعملوا زلم. قال له كيف يعني؟ قال له هذا طالع عن القلب عم بيليفوا وشيلوا له القشر وكذا وكذا. ثاني واحد على القفا عم بيقول له هذا وجهه هذا قفا عم بيزبطوا شوي قطعهم قبيل هون باب هيك في بردية واحد كابس بواحد. قال له بيا شو هذا؟ قال له هذا خلص عم يبخ شو.